ام حسن على فكره وقف دي لي ساعه. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. خد يا باشا، عايز كوبايه لك ايه؟ كم كوبايه؟ حاضر. ايه يا باشا؟ 5 جنيه يا باشا. 5 جنيه. اه. حلوه؟ اه طبعا. حاجه لذيذه. الصراحه عندنا حاجه ثانيه غير الكوزه مثلا، في كوبايه في اكياس. اه. حسب الزوم ما عايز يعني. حسب الزوم ما عايز. اه كيس كوبايه موجود يعني. 5 جنيه وكيس. ايه؟ كيس بكام؟ 5 جنيه برضه. 5 جنيه. حط كوبايه. حاضر يا باشا. عشرين يا باشا. ايه العمر؟ لا العمر 56. اه عندي 9 وعندي اولاد 7 حبيبي. اه 9 يدرسوا الاولاد. اه حسن يا باشا. عمره ايه؟ عندي ال 31 سنة واللي عنده 25 واللي عنده 24 يعني بينهم وبين بعض سنتين كده كل واحد. الخمسة يا باشا. بيدرسوا يا عم حسن ولادك؟ اه في اللي بيشتغل وفي اللي بيدرس. مؤهلاتهم ايه يا عم حسن؟ ادي عم حسن في اللي شغال عامل في الخردة وحاجات زي كده وفي اللي في المدرسة وحسب اللي هو يعني. واحفادك؟ مفيش حد احفادي في المدارس المهنة دي؟ محدش ورثك؟ لا لا مش غوينا. عندك كم حبيب؟ عندي 9.